حول الموضوع معي عبر الهاتف من مكة المكرمة عبد الله معروف، نائب مدير الاتحاد الروهينجي. مساء الخير، اهلا بك معنا سيد عبد الله. ميانمار بداية، ما اوراقها؟ كيف تتعامل مع هذا الموضوع امام المجتمع الدولي؟ وفق تنسيقكم طبعا وما يصلكم من عدم استجابة يعني. نعم، حقيقة موقف ميانمار لإنسان موقف المتعنت الذي يرفض جميع القرارات الدولية والأعراف الدولية وجميع القرارات الصادرة. نحن الآن في هذه الدقائق المعدودة مجلس الأمن الآن يعقد من أجل قضية الروهينجيا، والقضية الساخنة هي في طاولة النقاش هي قضية الروهينجيا الآن حاليا في مجلس الأمن، وأسخن قضية الآن يتناقش فيها قضية العودة، وهذه القضية التي صدر فيها القرار الدولي من مجلس الأمن في 28 سبتمبر على أن العودة تكون بأربع شروط، عودة مستدامة وآمنة وكريمة وطوعية، ولكن ما زالت ميانمار تتعند. آخرها في 23 يناير الشهر الماضي حين كانت الاتفاقية بين دولة بنغلاديش ودولة ميانمار لقضية العودة، إلا أن بنغلاديش أدركت مؤخرا على أن ميانمار لا تريد الالتزام بأي من الضمانات، خاصة في غياب الطرف الثالث الطرف الوسيط في قضية العودة والرقابة الدولية خاصة في قضية العودة. الروهينجيين الآن حاليا خاصة مع الزيارات المتكررة من الوفود الأوروبية، آخرها قبل أيام وزير خارجية بريطانيا حين زار مخيمات اللاجئين في بنغلاديش، ثم هبط في مخيمات اللاجئين الموجودين في أركان وأطلق نداء على أن هناك الوضع الإنساني الآن الحالي يتطلب إلى تحقيق مستقل، خاصة على أن الانتهاكات كل الجوانب حتى الأرض حتى الشجر يشهد على أن هناك انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان في ميانمار. لذلك الآن المسألة أصبحت مسألة في طاولة المجتمع الدولي، لابد يفكرون بحلول غير حلول المفاوضات. طيب، موضوع الوفد الآن بموضوع ميانمار، يعني أعود لي سؤالي بداية بأنه كيف تتعامل مع هذا الموضوع؟ كيف يمكن أن تتحايل برأيك سيد عبد الله على الذي يحدث؟ وانطلاقا من هون في زيارة لوفد أيضا الآن لوفد من البرلمان الأوروبي لميانمار وبنغلاديش للإطلاع بشكل مباشر على ما يحدث، ما الذي سيختلف عندما يتم الاطلاع بشكل مباشر بعد كل ما وثق ويعلمون به ايضا؟ نعم، حقيقه نحن يعني هذه الجهود التي تقدم وتبذل على مستوى خاص الدبلوماسي والبرلماني في دول اوروبا وغيرها، هذه جهود مشكوره وهي تعتبر خطوه نحو الامام، ولكن هي حقيقه لا تفيد معاد الدوله. نحن نتابع الحدث منذ سنوات طويله جدا وجميع التحركات، ورفعنا الملفات الى مجلس الجمعيه العموميه للامم المتحده عن طريق فريق الاتصال، ونحضر في جميع مؤتمرات الجمعيه العامه لحقوق الانسان. القضيه واضحه والقرارات التي صدرت الغير الملزمه كلها واضحه، ولكن الى الان نقول ليست هناك خطوات عمليه تترجم على ارض الواقع. ولذلك لا نريد ان تكون هذه النسخه من النسخ المكرره التي لا تفيد غير الشجب والاستنكار وبعض البيانات، ولا تكون هناك خطوات نحو الامام. الآن نحن نتحدث عن كارثة إنسانية، مليون نازح يعيشون في مخيمات العراء وهم مقبلون الآن على مواسم المطر، وهناك انهيارات طينية الآن بدأت في أماكن اللاجئين المخيمات قبل أن يأتي موسم المطر، فكيف لو أتى موسم المطر؟ قضية العودة وقضية حقوق الإنسان التي انتزعت حقيقة من الروهينجيا في داخل ميانمار هي من ضمن الأولويات المهمة، خاصة حتى تنجح قضية العودة وحل الأزمة، لا سيما انتزاع هوية المواطن التي انتزعت منهم في عام 82. فالمسألة نحن نتحدث عن مأساة لابد تكتمل الأطراف، ومن ضمن الأطراف المهمة هم وجود الروهينجيين أنفسهم، لا سيما أن الروهينجيا لهم ممثلين شرعيين الآن لدى الدول، لابد يشاركون في قضية المفاوضات ولا يغيبون عن هذا الواقع. سنرى ما الذي ستؤول إليه هذه الزيارة، خاصة بأنه ستتخللها أيضا كما ذكرت أهمية المخيمات وزيارة المخيمات الاطلاع على الوضع. شكرا لك من مكة المكرمة عبد الله معروف، نائب مدير الاتحاد الروهينجي.